قامت مؤخرا جريدة الحياة السعودية بنشر خبر غير صحيح عن تهريب أسلحة عن طريق البر عبر الحدود العمانية، حيث ادعت بأن قوات التحالف ألقت القبض على شاحنات محملة بأسلحة تحمل لوحات عمانية في مأرب. وقد تبين لاحقا بأن الصور التي استخدمتها الجريدة تعود إلى تهريب الأسلحة في السودان عام 2014. هنالك حقائق يجب معرفتها، حيث يربط الحدود العمانية اليمنية سياج أمني مزود بتقنيات عالية من الصعب اختراقه، ويوجد منفذين حدوديين هما منفذ المزيونة ومنفذ صرفيت، حيث تتواجد القوات العمانية على الجانب العماني من الحدود والقوات اليمنية التابعة للحكومة الشرعية في الجانب الآخر من الحدود، كما تسيطر قوات التحالف والحكومة الشرعية على المحافظات المقابلة للحدود العمانية اليمنية كمحافظة المهرة، محافظة حضرموت، محافظة شبوة، محافظة مأرب وأبين ومحافظة الجوف، وتسيطر جماعة الحوثي وجماعة رئيس السابق على الأجزاء الشمالية الغربية من اليمن المقابلة للحدود السعودية اليمنية. وقد أشارت الجريدة بأن إلقاء القبض على الشاحنات تم في محافظة مأرب والتي تبعد عن الحدود العمانية ما يزيد عن 1000 كيلومتر. السؤال الذي يطرح نفسه، هل يعقل بأن تخرج هذه الشاحنات من الحدود العمانية مرورا بالمحافظات التي تسيطر عليها قوات التحالف وصولا إلى مأرب؟ كما أن الصورة توضح بأن الأسلحة خفيفة وعددها قليل، فهل من المنطق بأن جماعة الحوثي تحتاج إلى مثل هذه الأسلحة من الدول الأخرى؟ إن السياسة العمانية واضحة وضوح الشمس، من كان له سمع وبصيرة، ولا يوجد أبلغ رد لمثل هذه المهاترات الإعلامية من قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم.